الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يبارك فيكم. ونواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الزكاة من مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، فليتفضل القارئ مشكورا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال: ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فهل تمنح منها شيئا؟ قال: نعم. قال: فتحلبها يوم وردها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قوله إن أعرابيا، الأعراب هم الذين يسكنون البوادي ويتلقلون فيها ويبحثون عن مواطن القطر. وقوله جاء إلى رسول الله فسأله عن الهجرة، والهجرة يراد بها الانتقال من بلد إلى آخر، في عرف الشرع الانتقال من بلد الكفر، الهجرة يراد بها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وقد أدخل طائفة من أهل العلم في اسم الهجرة الانتقال من البادية إلى الحاضرة، كما جاء في بعض الأحاديث تعميم اسم الهجرة لترك كل ما نهى الله عنه. وقوله ويحك، إن الهجرة شأنها شديد، أي تحتاج إلى متطلبات قد لا توجد عندك، فهل لك من إبل؟ أي هل تملك شيئا من الجمال؟ قال: نعم. وقوله تؤدي صدقتها فيه الإشارة إلى زكاة الإبل وأنها من الواجبات. وقوله فهل تمنح منها شيئا، المنحة العطية، والأصل أن يراد بها إعطاء الإبل لمدة من الزمن ليقضي صاحب الحاجة فيها حاجته، سواء كان بأن يحلبها أو بأن يلقحها أو بأن يركبها. وقوله فتحلبها يوم وردها، فيه الأمر بحلب النوق من الجمال، لأن ترك حلبها يضر بها، وفيه إشارة إلى وقت الحلب المفضل وهو وقت ورودها. وفي الحديث جواز أن يقول الإنسان ويحك وويلك ونحو ذلك، وفيه فضل المنيحة. وفي الحديث أن العمل متقبل من الإنسان في أي بلد يكون فيه، وفيه أيضا إشارة إلى أن أفضل البلدان لسكناها ما يكون الإنسان فيه أقرب إلى الله وأكثر عبادة في عمله. وقوله فإن الله لن يترك، أي لن ينقصك من عملك شيئا. نعم. أحسن الله إليكم. قال عن أبي ذر رضي الله عنه قال: انتهيت إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول في ظل الكعبة: هم الأخسرون ورب الكعبة، هم الأخسرون ورب الكعبة. قلت: ما شأني؟ أيرى في شيء؟ ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشاني ما شاء الله، فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا، والذي نفسي بيده، أي والذي لا إله غيره، أو كما حلف، ما من رجل تكون له إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي حقها إلا أتي بها يوم القيامة أعظم ما تكون وأسمنه،
تطأه بأخفافها وتنطحه بقرونها كلما جازت أخراها ردت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. في هذا الحديث الإشارة إلى ما كان عليه أبو ذر رضي الله عنه من التقشف وترك الدنيا، وفي الحديث أن من لم يؤدي حقوق الأموال فالأفضل له أن لا يكون عنده أموال، وأما من كان يؤدي حقوقها ويبذل فيها طاعة الله فوجودها عنده من الخير. وفي الحديث الإقسام برب الكعبة، وفي الحديث جلوس الإنسان في ظل الكعبة وجلوس أصحابه إليه هناك، وفي الحديث تكرير الكلام من أجل أن يفهم ويوعى. وقوله ما شأن يعني أن أبا ذر ظن أن هذه اللفظة هم الأخسرون ورب الكعبة تشير إليه. وفي الحديث جلوس الإنسان عند صاحب العلم والفضل ليستفيد منه. وفي الحديث من الفوائد أنه إذا مر بالإنسان ما يشكل عليه فيحسن به سؤاله واستنطاقه. وفي الحديث أن كثرة المال لا تغني عن صاحبها نجاة من الخسارة. وفي الحديث في قوله الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا فإلا هنا للاستثناء، والاستثناء من الإثبات نفي. وفي الحديث إيجاب الزكاة في النقود وإيجاب الزكاة في الإبل وفي البقر وفي الغنم، وفيها تعظيم جريمة عدم أداء الزكاة، وفيه أن من استأثر بمال فلم يؤدي حق الله فيه أن الله عز وجل يعذبه بذلك المال. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب أمواله إليه بيرحى، وكانت حديقة مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما أنزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحى، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. قال أنس: فجعلها لحسان وأبي رضي الله عنهما، وأنا أقرب إليه ولم يجعل لي منها شيئا. كما تقدم معنا أن والدة أنس بن مالك توفي عنها مالك بن النضر قبل الإسلام، فلما جاء الإسلام أسلمت أم سليم أم أنس، وتقدم لها أبو طلحة خاطبا فاعتذرت منه بكونه مشركا فأسلم فتزوجها. وقوله كان أبو طلحة أكثر الأنصار مالا من نخل فيه جواز تملك الأموال الطائلة، وأن هذا لا ينقص من درجة الإنسان عند الله شيئا. وفي الحديث جواز محبة شيء من الدنيا من أموالها أو غيره، قد قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث أيضا نسبة المال إلى مالكه، وفي الحديث وضع الحدائق والبساتين حول
المساجد، وفي الحديث دخول الإنسان في أرض غيره ما بإذن لفظي أو عرفي، وفي الحديث الشرب من مياه الآبار، وفي الحديث من الفوائد صدقة الإنسان بأحب أمواله إليه، وفي الحديث فضل الصدقة وعظم أجرها، وفي الحديث أنه إذا وقف أرض ولم يبين حدودها فهو جائز فتصح وكذلك الصدقة، وفي الحديث جواز أن يقول صاحب المال للوكيل ضعه حيث أراك الله، وفيه تصدق الإنسان إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه، وفي الحديث من الفوائد تسمية الأوقاف صدقة، وفي الحديث التوكيل في توزيع الأموال والصدقات، في الحديث قول بخ ذلك مال رابح، وفي الحديث من الفوائد مشروعية صدقة التطوع وأن يجعل غلتها في الأقربين، في الحديث أن ابن الزوجة لا يعد قريبا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في فرسه ولا في عبده وغلامه صدقة. نعم. في هذا الحديث نفي وجوب الزكاة في الخيل، بهذا قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة، وفي الحديث عدم وجوب الزكاة في المماليك، في الحديث جواز بذل الصدقة صدقة التطوع في ذلك. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، وجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا، وأن يجعلهم موفقين، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يرخص أسعارنا وأن يغفر ذنوبنا وزلاتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.